السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنشرح مع بعض يونت 5 الوحدة الخامسة لسن 1 and 2 درس الأول والثاني من كتاب المعاصر 2025. أوكي، الآن إلى حل تدريبات الفوكابلاري الموجودة عندي على يونت 5 لسن 1 and 2. عندي هنا بيج 215 صفحة 215 يا حضرات. طلع كده معايا الكتاب وافتح صفحة 215. هنحل مع بعض. Exercise and vocabulary. Choose the correct answer from A, B, C or D. Key vocabulary. Number 1. There is too much rain. في مطر كتير. And the river flows. والنهر بيتدفق. There might be, ربما يكون هناك ايه؟ flood، فيضان طبعا، عشان في مية كتير ومطر كتير بقى في فيضان. Number 2. Can cause a lot of problems. ممكن تسبب مشكلات كتير. And make our lives worse. وتخلي حياتنا سيئة. طبعا دي الاكسرسايز التدريب. لا طبعا walking climate change doing sports طبعا هو climate change تغير المناخ. Number 2. It's better to your problems and not to ignore them. يبقى من الافضل انك تعمل ايه لمشاكلك، not ignore them متتجاهلهمش، يعني ignore يعني تجاهل. يبقى هنا من الافضل ان to face تواجه مشاكلك، not to ignore them. يبقى هنا face. Number 4. Egypt has a lot of natural. مصر لها كثير من الناتشرال ايه؟ طبعا الناتشرال ريسورسز، المصادر الطبيعيه. يبقى ناتشرال ريسورسز يعني مصادر طبيعيه. Number 5. The last time we had any rain. اخر مره كان عندنا مطر was 3 years ago. كانت من 3 سنين. There is a، عشان كده في ايه بقى؟ احنا ما اخر مره مطرت كانت من 3 سنين، يبقى احنا عندنا drought، عندنا جفاف. يبقى هنا ناخد ايه؟ drought. Number 6. Water is one of the most worrying problems facing the world today. Water A هي واحدة من المشاكل المقلقة التي تواجه العمل today اليوم. طبعا هي water scarcity يعني نقص الماء. Number 7. My sister is feeling ill. أختي تشعر بالتعب because she was out in the sun. عشان كانت في الشمس for too long، لفترة طويلة. She has طبعا عندها إيه؟ heat stroke يعني ضربة شمس. Number 8. That destroys our environment. It's dangerous. هي حاجة بتدمر بيئتنا ودي حاجة خطيرة. طبعا هنا ايه اللي بتدمر البيئة؟ grass, plant, sun, wildfire. طبعا هي wildfire حريق الغابات. Number 9. Water scarcity. نقص الماء عفوا has a effect on us. Have نقص الماء لديه او عنده نيجاتيف افكت يعني تاثير سلبي علينا. نمبر 10. When we use dirty water، لما بنستخدم المياه القذره، it causes بتسبب a lot of، بتسبب لي كثير من ايه المياه القذره دي؟ storms, illnesses, protection sources. طبعا بتسبب لي كثير من illnesses الامراض. نمبر 11. When you have a cold، لما يكون عندك برد، your mouth and nose with a tissue. طبعا cover، غطي انفك وفمك بمنديل. Number 12 is when there is no rain for a long time. لما ما بيكونش في مطر لفترة طويلة ده بنسميه drought، دي جفاف. Number 13 when there is too much rain، لما يكون في مطر كتير، this is called، ده بنسميه flood، فيضان. Number 14 smoking has a bad، التدخين له bad ايه؟ on your health، على صحتك. يبقى له bad effect، تأثير سيء على صحتك. طيب. Number 15 in some areas، في بعض المناطق people from the water scarcity. طبعا في بعض المناطق الناس suffer from يعني تعاني من نقص الماء. Number 16 he works very hard، هو يعمل بجد to more money، يبقى to earn، يكسب مال earn money. اوكي طيب نفهم اكتر في الشرح. يبقى احنا هنا هنحل بيش صفحة 218. question number 1. The impact of dirty water can be on the children. طبعا هنا قال لك ايه؟ The impact، التأثير بتاع الماء القذرة can be on the children. يبقى the biggest بقى. ليه biggest؟ لأن أنا بقارن بتأثير المياه القذرة على الأطفال بس. هنا بقارن واحد بمجموعة. يبقى هنا the biggest.
Number two, water scarcity, ندرة الماء is one of the واحدة من worrying problem facing the world. طب هنا بفضل ندرة الماء واحدة من أكثر المشاكل المقلقة. ما فيش مقارنة هنا، مش مقارنة بين اتنين. طب worrying دي صفة طويلة ولا قصيرة؟ طبعا دي صفة طويلة، يبقى يعني في أكثر من مقطعين. Worrying يبقى هنا most، the most. Number three, on average بمعدل temperature درجة الحرارة are زان، هنا في زان. طيب طالما في زان يبقى انت كده ايه، ده مقارنة، يبقى صفة قصيرة حط لها ER، يبقى higher زان، أعلى من. Number four, dirty water المياه القذرة can be dangerous for children. زان، عندك زان، يبقى طالما في زان يبقى هنبص للصفة، لو قصيرة حط لها ER، لو طويلة يبقى more أو less. طيب المياه القذرة can be ممكن تكون more dangerous for children، أكثر خطرا على الأطفال من البالغين. Number five, the thing that could happen is that no action is taken to solve the problem. يبقى ايه بقى؟ الشيء الأسوأ اللي حدث اللي ما فيش تصرف اتخذ لحل المشكلة. يبقى هنا بقى ناخد ايه؟ الأسوأ. انا بقارن تصرف الأسوأ، بقارن تصرف بالتصرفات كلها، يبقى هنا worst، لان الصفة bad دي صفة شاذة. Number six, the temperature درجة الحرارة in Andalusia في الأندلس was 5 degrees than usual this summer. يبقى هنا قال لك زين، هو أصلا يقصد إيه؟ هو يقصد زين هنا على فكرة، يبقى هنا دي زين مش زين، يبقى هنا higher than، أعلى من. Number 7, the tower is than the pyramid. طبعا البرج أطول من الهرم، بقارن بين اتنين يبقى taller، لأن في زين. فلما يكون في زين لازم الصفة بقى لو قصيرة يبقى فيها AR، لو طويلة يبقى قبلها more أو less، يبقى هنا taller. Number 8, bracelets الأساور are than rings. طبعا الأساور أغلى من الرينجز، هنا بقارن بين الأساور والرينجز، بقارن بين اتنين وعندك زين. الصفة expensive طويلة، يبقى عايز قبلها more بقى، more expensive زين. Number 9, the desert is the habitat on earth. بقارن الصحراء بكل البيئات، يبقى the driest بقى، الأجف، البيئة الأجف على الأرض. Number 10, playing video games، لعب ألعاب فيديو isn't than learning new skills، يبقى isn't إيه؟ isn't more useful than. طيب more useful than، لأن أنا بقارن بين اتنين، more useful than. Number 11, social studies، الدراسات الاجتماعية is difficult subject for me. طبعا أنا عايز أقول لك الدراسات هي أصعب مادة بالنسبة لي، مش مقارن بين اتنين هنا، مفيش مادة تاني، يبقى هنا إيه؟ the most difficult subject. طيب يبقى هنا number 11 is the most difficult subject for me. Number 12, I think Hurghada، أعتقد إن غردقة is the place for summer vacation. طب بقارن غردقة بكل الأماكن، يبقى the best، أو أفضل مكان لأجازة الصيف. بعد كده complete the sentence with the correct form of the word and practice. The Great Pyramid، الهرم الأكبر، is more famous than. طبعا بقارن الهرم الأكبر بالأهرامات اللي في سقارة، يبقى عندي وجهين مقارنة، هنا في زين الصفة طويلة، يبقى عايز more قبلها، more famous than. Number 2, climate change is a more dangerous problem that affects the planet. طبعا هنا تفضيل، بقارن تغير المناخ بكل التغيرات اللي بتأثر على الكوكب، يبقى هنا most أو the most. Number 3, the river Nile، نهر النيل، is longer than. في زين هنا بقارن نهر النيل بنهر التيمز، يبقى هنا longer than. Number 4, the whale shark، الحوت او سمكة القرش الحوت، is the big fish in the world. طبعا biggest، اضخم سمكة، لان بقارن السمكة دي بكل الاسماك، يبقى ده تفضيل. Number 5, lake بيلكال is the deepest lake، هي أعمق بحيرة في العالم، تفضيل صفة قصيرة. What is the exciting place to visit in Egypt؟ طبعا هنا what is the most exciting، ما هو أكثر مكان مثير لزيارته في مصر؟ طبعا هنا بفضل August، شهر أغسطس is months in Egypt. طبعا the hottest بقى، ليه؟ أنا بقارن شهر أغسطس بكل الشهور، يبقى ده تفضيل hottest. طيب Number 8, your bike is newest than. طبعا هنا في زين، يبقى حط الصفة AR، newer than. Who has heaviest bag in the class؟
هو هاز ذا هيفيست بقى، ما ينفعش اقول هيفيست بس، لا، من عنده اثقل حقيبه في الفصل يبقى هيفيست. نمبر 10 wearing sandals، ارتداء الصندل is more comfortable than، اكثر راحه من wearing shoes، من ارتداء الحذاء. Mount Everest، قمة إيفرست is a mountain in the world، بقارن قمة إيفرست بكل الجبال في العالم يبقى هنا the tallest، الأطول. في ذا موجودة يبقى هكتب tallest بس. قال لك تعالى مع بعض هنا في exercises of lesson 1 and 2، تدريبات على الدرس الأول والتاني. Read and complete the text with the word from the following list. طب ده صفحة كام معايا كده؟ صفحة 220 يعني 220. عندي كلمة bigger أكبر، affects يؤثر، biggest الأكبر، temperature درجات حرارة، can't لا يستطيع. One of the reasons of water scarcity، واحدة من أسباب ندرة الماء is climate change، هو تغير المناخ. An average بمعدل or higher than the well، طبعا هنا إيه temperature يعني درجة الحرارة بتبقى أعلى من، يبقى هنا هكتب إيه temperature. Number one or higher than the well in the past، يبقى هنا temperature كده عشان ما ننساش. Or higher than they were in the past، أعلى من ما كانت في الماضي. In some places، في بعض الأماكن there is also less rain، في مطر أقل. So there isn't as much water in lakes and rivers. Water scarcity، ندرة الماء مالها؟ Water scarcity people in different ways، طبعا affects بتؤثر على الناس بطرق مختلفة، يبقى هنا affects number 2. In different ways، farmers for example can't grow as many crops as they used to without crops to sell they can't، يبقى هنا can't 3. They can't earn enough money، مش هيقدر يكسبوا فلوس كتير او فلوس كافية to pay for clean water. A lack of water، نقص الماء، can also mean that people have to talk a long way to find it which can have negative effect، اللي تأثير سلبي on their health، على صحتهم. The biggest impact، التأثير الأكبر بقى، can be on children، ممكن يكون على الأطفال، يبقى هنا biggest رقم 4. طيب is the following is an answer the question. I am Lino. I live in a village in Andalusia in Spain. Hot weather is in summer is normal، يعني الطقس الحار في الصيف normal، طبيعي for us، normal يعني طبيعي. But this summer، ولكن هذا الصيف the highest temperature، أعلى درجة حرارة was 46 Celsius، كانت 46 درجة مئوية. That's about 5 degrees warmer than it normally is، يعني ده حوالي أعلى بخمس درجات من المعتاد. My family is having a lot of problem because، عائلتي عندها مشاكل كتير because of the hot weather، بسبب الطقس الحار. The climate change has some bad effect on us، تغير المناخ له تأثير ضار علينا. My family lives on a farm، عائلتي تعيش في مزرعة. Because of the hot weather، بسبب الطقس الحار، there is drought، في جفاف in the south of Spain، في جنوب اسبانيا right now الآن. The tomato plants on our farm are getting smaller، ثمار الطماطم أو نبات الطماطم دلوقتي بيصغر. Some of their leaves، بعض أوراق الشجر are brown بني because of the drought، بسبب الجفاف. We can't give the plants as much water as they need، مش قادرين ندي النبات المية اللي محتاجها زي تقعد على النباتات يعني. So my family don't have enough tomatoes to sell، عشان كده عائلتي ما عندهاش طماطم تبيعها. My dad is looking for a second job، أبي بيبحث عن وظيفة أخرى. So he can earn more money، عشان يكسب فلوس أكتر. How is the weather in your area، كيف الطقس في منطقتك؟ Leave a comment، اترك تعليق بلو أسفل. طيب choose the correct answer. What is the type of the text، إيه نوع النص ده؟ قلنا ده post أو blog. طيب يا ترى هو بوست ولا بلوك؟ طبعا هنا مفيش بوست، يبقى هو بلوك مدونه. The underlying word normal، كلمه طبيعي means معناها ايه؟ normal معناها usual عادي. Number 3 the underlying pronoun زي، كلمه زي refers to، بتشير الى plants للنباتات. Where does Lino live، اين يعيش لينو؟ in a village in Andalusia، يبقى هقول ايه؟ in a village، في قريه. in a village عفوا دي in a village in Andalusia in Spain، في اسبانيا. How can the weather affect the tomato plants، كيف الطقس أثر على ثمار الطماطم؟ هقول ايه؟ they are getting smaller، الطماطم بتصغر. they are getting
smaller and some leaves وبعض أوراق الطماطم are brown باللون البني. What is the best title of the passage؟ ما هو أفضل عنوان للتكست النص؟ هنقول مثلا climate change تغير المناخ، أو ممكن نكتب لينيوز بلوج مدونات لينو. Question number 3. Choose the correct answer. Cars are than motorbikes. الدراجات طبعا أغلى من، بقارن بين اثنين يبقى more expensive than. Number 2. Iyad is student in our class. طبعا Iyad is the most intelligent. Intelligent صفة طويلة. أذكى طالب في فصلنا. لتفضيل. There is usually يوجد عادة in the desert في الصحراء because it doesn't rain. عشان مش بتمطر، يبقى في دروت في جفاف. Number 4. That is used to cool our house in hot weather. بيستخدم في تبريد منزلنا في الطقس الحار، ده اسمه air conditioning، يعني مكيف الهواء. Pollution has a negative، التلوث له negative effect، تأثير سلبي on our health، على صحتنا. Arabic is easier than French. العربي أسهل، بقارن بالعربي والفرنش صفة قصيرة. Question number 4. Complete the sentence with the correct form of the word in practice. The library is quite zen. طبعا بقارن بين اثنين هنا يبقى quieter than، اهدى من. Number 2. He is successful teacher at my school. يبقى هنا the most successful، المدرس الاكثر نجاحا. صفة طويلة وده تفضيل. Butterflies are colorful than. طبعا more colorful، عشان colorful صفة طويلة بقارن بين اثنين، يعني هذول الفراشات أجمل أو ملونة أكثر من البيز من النحل. She won a prize for the best invention. فازت بجائزة لأفضل اختراع. Read the text and bank wait. I capital I apostrophe بعد ال I Ali live in Cairo. هنا في نقطة في الآخر. طيب ده كان الدرس الأول والثاني في يونيت 5. كان معكم على الفوكابلري هنا عندي بيج صفحة كامي حضرات، بيج 229 صفحة 229 من كتاب المعاصر الصف الأول الإعدادي. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. We should all the things to help our environment. يبقى يجب أن نعمل إيه للأشياء القديمة عشان نساعد البيئة. يبقى we should recycle، يجب أن احنا نعمل لها إعادة تدوير. Number 2. ماجدة planted beautiful flowers. ماجدة زرعت زهور جميلة in a fin، في الهانجينج باسكت، في السلة المعلقة. Number 3. Our bodies need vitamins. أجسامنا محتاجة الفيتامينات والمينرالز والمعادن and fiber والألياف. Number 4. When you leave your electronic devices، لما بتترك الجهاز الإلكتروني بتاعك on standby، في حالة استعداد، زي energy، طبعا زي consume energy، بتستهلك كهرباء. Number 5. It's possible to materials from recycling bins at home. يعني من الممكن ان احنا نعمل المواد الخام from the recycling bins، من سلة التدوير at home، اما ممكن نعمل ايه reuse، يعني نعيد استخدامه. Number 6. Basalt is a type of، البازلت ده نوع منين من الروك، من الصخور. Number 7. Saving energy at home، المحافظة أو توفير الكهرباء في البيت، a difference to climate change، طبعا makes a difference، بيحدث اختلاف لتغير المناخ. يبقى makes أو make a difference، يحدث اختلاف. Number 8. Products are safe for the environment، هي منتجات أمنة للبيئة، يبقى اسمها eco-friendly، يعني المنتجات الصديقة للبيئة. Number 9. We saw many، رأينا كثير من in the ancient museum أو in the Egyptian museum، في المتحف المصري رأينا كثير من الايه، من الستاتشوز، التماثيل. Number 10. Where rocks become very hot، لما الصخور تبقى حارة جدا، they into liquid، they melt، بينصهروا إلى سائل. Number 11. Air and is a machine to cool your home، هي آلة لتبريد بيتك، تبرد البيت، يبقى air conditioning، مكيف الهواء. Number 12. Air is a garden container of food for birds، يعني هو وعاء في الحديقة لطعام الطيور، ده اسمه ايه، اسمه bird feeder، وعاء الطيور.
نمبر 60 بليز سويتش ذا لايتس بيفور يو ليف ذا هوم. من فضلك اطفي الاضواء قبل ما تترك او تغادر البيت. وبين سويتش اوف. سويتش اوف يعني يول. نمبر 14 when you want to get up early لما تكون عايز تصحى مبكرا for work للعمل the alarm on your phone. طبعا هتظبط المنبه على تليفونك اسمها set the alarm on your phone. نمبر 15 don't touch wires with wet hands لا تلمس الالكتريك واير السلك الكهربائي بايدك. نمبر 16 good students always follow their teachers الطلاب الجيدون او الكويسين دايما بيتبعوا their teacher advice. advice خلي بالك نصيحة معلمهم مش device. device دي معناها جهاز. طيب تعال هنا عندي في رول عندي هنا يا حضرات اهو قال لك استخدام ا وان وزا. اول حاجة قال لك آلة التعريف زا بنستخدمها امتى؟ عند التحدث عن شيء محدد. يعني مثلا تكلمت عن الارض the earth surface القشرة الارضية the oldest layer الطبقة الاقدم فانا بتكلم عن حاجة ايه محددة. طيب ادوات النكرة او ان بستخدمها امتى بقى؟ بستخدمها نستخدم او ان عند التحدث عن اسم مفرد بوجه عام. يعني اتحدث عن حاجة اول مرة اذكرها في الجملة او حاجة بوجه عام. يعني مثلا بذلت is a type of rock يعني بذلت نوع من الصخور هي اسم مجرد بقى مش معرف. There is an example here هنا مثال. يبقى هنا بتكلم على حاجة مش معرفة حاجة كده ايه بشكل بوجه عام. طيب تستخدم ان قبل الاسماء المفردة التي تبدأ بصوت خلي بالك من كلمة صوت متحرك a e i o u يعني an egg an orange. ونستخدم ا مع اللي يبدأ بساكن a mango a potato. قال لك في حاجات ما بستخدمش معاها لا ولا ان ولا زي. اول حاجه قال لك لا نستخدم اداء قبل اسم شخص او اسم مكان. يعني ما ينفعش اقول ايه ذا محمد او ذا مستر حسن نبيله كايرو اسم بلد اجيبت. يبقى قبل اسم البلد ما بستخدمش اداه تعريف ولا اداه نكره. طيب الاسم الجمع لا نستخدم اداه قبل صيغه الجمع للاسماء المعدوده اذا كنا نتحدث عن النوع كله او الفصيله. يعني مثلا اقول لك ايه كارز السيارات مثلا كارز ار اكسبنسيف كاملز ار سترونج بتكلم على حاجه بوجه عام. طيب ما بستخدمهاش مع الاسماء التي لا تعد زي الشجر الواتر الرين ما بستخدمش معاها زياده. طيب معلومات اضافيه ركز بقى في المعلومات الاضافيه دي. قال لك تستخدم زي في الحالات الاتيه قبل اسم سبق ذكره في سياق الجمله. يعني انا قلت مثلا اي سو ا تري انا رايت شجره فانا هنا ذكرت الاسم ده لاول مره اي سو ا تري انا رايت شجره فالاسم ده انا ذكرته لاول مره فهنا اصبح عندي ايه نكره. يعني انا رايت شجره اي شجره ما اعرفش الشجره دي ايه لكن لو انا ذكرت الشجره تاني مره في الجمله بستخدم ازاي بقى يقول لك ايه ذا تري الشجره وسطول كانت طويله. شوف لما ذكرت الاسم لتاني مرة استخدمت زي. طيب هو قال لك my dad works in an office the office لما ذكر الاسم الأول مرة في الجملة خد ان لما قرره تاني خد زي. طيب نستخدم زي قبل الاسم الفريد من نوع. يعني فريد من نوع يعني مفيش منه إلا واحدة بس زي the earth كرة أرضية the red sea the sun the moon. تستخدم أو ان في الحالات الآتية بستخدم أو ان إمتى؟ قبل اسم مفرد يتم ذكره لأول مرة there is a book on the shelf there is an apple in the fridge قبل اسم وظيفة عند التحدث عن وظيفة شخص ما يقول لك آدم is a doctor آدم دكتور نهى is an engineer. توضع آ أمام الكلمات المفرد الذي تبدأ بحرف اليو إذا نطقت بنفس صوت اليو. يعني هو قال لك إيه لو أنا نطقت كلمة يو دي يو فكده أصبح الصوت عندي ساكن فاستخدم معاها ايه؟ ايه؟ طيب علشان تفهمها اكتر بقى الحته دي هرجع معاك لنقطه ايه؟ الفرق بين الساكن والمتحرك، يعني صوت ساكن اصلا يعني متحرك؟ بص الصوت المتحرك هو الهواء بيطلع على طول كده من الفم، مفيش اعاقه للهواء، مفيش اعاقه ايه؟ للهواء. لكن الساكن بتحصل اعاقه للهواء، يعني مثلا لو انا قلت بي في حصل اعاقه عند الشفتين كده استخدمت الشفتين. طيب انا بقى لما اجي اقول لك حرف اليو ده او صوت اليو هنا ساعات يبقى ساكن وساعات يبقى متحرك. لو نطقته اه زي امبريلا كده مثلا فهنا الهواء طلع على طول اهو اه 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 مفيش اعاقه يبقى ده صوت متحرك. لكن لو نطقته يو يو
زي يونيفورم. هنا في إعاقة للهواء أصبح صوت ساكن. فهنا لما أستخدم أستخدم A، هنا لما أستخدم أستخدم an. هنا قلت an umbrella، هنا A uniform. طب ليه هنا قلت an وهنا قلت A؟ علشان هنا الصوت يو ده متحرك، قلت أه 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 an umbrella umbrella. لكن هنا الA هنا نطقت اليو انا بعديها يو ما نطقتهاش اه، فاصبح في اعاقه، فاصبح الصوت اليو هنا ساكن، فبستخدم له اه. يا ريت تكون اتفهمت. لا تعال نشوف الاسئله مع بعض على الرول اللي عندي دي. There are lots of pyramids in Egypt. طبعا هنا ما استخدمش اداه، يعني في كثير من الاهرامات في مصر. طيب تمام، يبقى هنا استخدم ايه؟ اه لا طبعا ما بستخدمش، استخدم نو ارتكل، يعني مش هستخدم اداه خالص. Number two, there is area in our town with lots of trees. طبعا هنا بتكلم على منطقة، ولك في منطقة اسمها مجردة بوجه عام، يبقى an area عشان بدأ متحرك. Yara is new girl in our classroom. طبعا Yara is a new girl، بنت جديدة بوجه عام A. Number three, we find these rocks. وجدنا هذه الصخور in the bottom of layers. في قاع الطبقات of the earth surface. طبعا هنا زي، لان كلمة earth دي من الاسماء الفريدة من نوعها، يعني مفيش الا ايه تكون ارضية واحدة. Number five. This is of the Sphinx in Giza. This is a photo. دي صورة، صورة بوجه عام بقى، انا معرفش الصورة. This is هذه صورة لابو الهول في الجيزة، يبقى a photo. Number six. Many statues، كثير من التماثيل from the ancient Greek are made of marble. طبعا هنا اسم معرف من اليونان القدماء، مصنوعة من الماربل. Number seven, we played with لعبنا مع in the wildlife. هنا حددت لك الفيل في الحديقة البرية، يبقى هنا the elephant. لو هنا حددت الفيل ولا ما حددتش؟ لا انا قلت لك لعبنا مع فيل، مع الحديقة فيها فيل كتيرة، يبقى an elephant. Number 8. Alexandria is famous city in Egypt. الإسكندرية مدينة مشهورة، a famous city. كلمت كده اسم نكرة، مدينة مشهورة بوجه عام. Neil Armstrong was the first to walk on the moon. بقى لأن القمر واحد، اسم فريد من نوعه. He is carrying a bag. هو يحمل حقيبة من الذهب، a bag of gold. طيب complete the sentence with the correct form of the word in brackets. Giant's Causeway، ممر العمالقة in Ireland is made of. بس طبعا هنا زي لان الاسم معرف زي. Plastic bottles، الزجاجات البلاستيك are هي a good example، مثال جيد. تكلم بصفة عامة هنا. I live in a village، اعيش في قرية in Andalusia in Spain. بس مش هستخدم حاجة هنا، هستخدم ايه؟ اقول no article، يعني مش هستخدم اداة no article. Number four, making electricity uses a lot of، عشان اعمل كهرباء بستخدم a lot of planet's resources. A lot of هنا مش هستخدم حاجة برضو عشان اسم جمع او resources، يبقى هنا اقول no article. Number five, our teacher، معلمنا، مش هستخدم حاجة، مستر محمد نو ارتكل، لأن أنا ما بستخدمش قبل الأسماء. Number six, I want to travel around، أنا عايز أسافر حول the world، اسم العالم، عالم واحد الموجود فيه. We need an egg، محتاجين بيضة and some cheese. An egg اسم مجرد، بستخدم an عشان بدأ متحرك. Mickey Mouse is an interesting cartoon، هو كرتون شيق. An interesting cartoon. We planted، زرعنا a mango tree. A اسم مجرد مش معرف، يعني زرعنا شجرة مانجو في الحديقة. Coconut is a type، نوع من الفروت. كوناي اسم مجرد بقى، نوع من ايه؟ من الفاكهة، يعني الجوز الهند هو نوع من الفواكه. طيب هنا قال لك circle the correct answer، علم على الإجابة الصح. The sun is a star. طبعا the sun ما ينفعش اقول ايه، لان الشمس اسم فريد من نوعه. She wants to be، هي عايزة تكون an engineer، عشان engineer بدأ متحرك. I read، أنا قرأت a story، قصة. He found، وجد the orange، البرتقانة، ولا وجد an orange، هنا an orange بقى، وجد برتقانة عشان هو أول ما تذكر في الجملة. They invited طارق، no article، مش هستخدم أداة عشان ده اسم شخص. We spent the summer vacation in no article،
قضينا اجازه الصيف او هنقضي اجازه الصيف فين؟ بنقضيها فين؟ في الكسندريا، عشان ده اسم مكانه، يبقى الكسندريا بس. طيب عندي تدريبات على lesson 3 and 4 complete the following dialogue. منير and باسل are discussing how to be eco-friendly. منير وباسل بيناقشوا ازاي يكونوا صادقين للبيئة. فقال له باسل what does eco-friendly mean؟ كلمة eco-friendly دي معناها ايه؟ قال له it means، هو قال له تحت not harmful to the environment، وعلامة تعجب. يبقى هنا هنذكر الجملة دي بقى فوق، هنذكر الجملة دي هنا فوق. لما اجيب لك جملة بعدها علامة تعجب هنقولها فوق. يبقى اقول مثلا it means معناها not harmful، يعني مش ضار to الى the environment، الى البيئة. طيب تمام. to be eco-friendly، عشان تكون eco-friendly you can save energy، ممكن توفر طاقة. طيب وسأله سؤال هنا، يبقى السؤال كان ايه؟ كيف اكون صديق للبيئة؟ how can I be، كيف اكون ايكو فريندلي، كيف اكون صديق للبيئة. سألت سؤال تاني، قال له to save energy switch off TV، اغلق التلفزيون، عشان توفر كهرباء اغلق التلفزيون والتابلت عند الكمبيوتر when they aren't in use، لما ما بتستخدمهمش. يبقى هنا قال له ايه؟ كيف اوفر طاقة؟ how can I save، how can I save energy، كيف اوفر الطاقة. طيب قال له do electronic devices consume energy when I leave them on standby، هل الأجهزة الإلكترونية بتستهلك كهرباء لما أنا أسيبهم في حالة استعداد؟ قال له مثلا yes they do. Oh I didn't know that، what do you think of recycling، إيه رأيك في إعادة التدوير؟ أو it is important، إنها مهمة. It is important، it saves a lot of energy، بتوفر طاقة كبير. طيب السؤال الثاني، read the following then answer the question. It's important to be eco-friendly، من المهم أن تكون eco-friendly متعاون at home في البيت، أو صديق البيئة في البيت. To help the environment، عشان تساعد البيئة. Air conditioning، مكيف الهواء. Hot water، ماء سخنة. And electronic devices، والأجهزة الإلكترونية. In your homes، في بيتك. All use a lot of electricity، تستخدم طاقة أو كهرباء كتير. Making electricity، توليد الكهرباء. Use a lot of the planet's resources، بيستخدم كثير من موارد الكوكب. To save energy، عشان توفر طاقة. At home، switch off lights، اطفي الأضواء. TVs، التلفزيونات. Computers، games، consoles، اللي هي أجهزة الألعاب. Tablets and all of your electronic devices، وكل أجهزتك الإلكترونية. When they aren't in use، لما ما بتستخدمهمش. Don't leave them on standby، لا تتركهم في حالة استعداد. As they still consume، عشان هما ما زالوا يستهلكوا. consume يعني يستهلك a lot of energy، كثير من الطاقة. Showers are a great way to save water، الاستحمام أو الدش يعني هي طريقة رائعة للحفاظ على الماء and energy والطاقة. But don't spend a long time in the shower، ولكن لا تنفق كثير من الوقت في الاستحمام. Set the alarm، أضبط المنبه on your phone على تلفونك for 5 minutes، لمدة 5 دقائق and then stop، بعد كده توقف. We can recycle a lot of things in our trash، ممكن نعيد تدوير حاجات كتير في القمامة بتاعتنا. At or even، أو حتى reuse، نعيد استخدامها. At home، في البيت. Plastic bottles، الأوعية البلاستيك، are good examples، هي أمثلة جيدة. Reuse them، إعادة استخدامها على البوتل بلاستيك. طبعا them هنا تعود على البوتل بلاستيكس. Make our things، for example a bird feeder or hanging basket for your plants. Question number one، making electricity uses، معناها توليد الكهرباء بيستخدم كثير من resources، كثير من المصادر. يبقى هنا هناخد ايه؟ resources. The underlying word consumes، كلمة consumes means معناها ايه؟ consumes معناها يستهلك، معناها use، يستخدم. The underlying pronoun them، الضمير them refers to، بيشير إلى plastic bottles، الأوعية البلاستيك أو زجاجات البلاستيك. Give a suitable title for the passage، إدي عنوان مناسب للقطعة. طبعا ده على حسب رأيك أنت. أنا مثلا في رأيي إن أنا أتكلم على مثلا being، إنك تكون eco-friendly. eco-friendly يعني تكون إيه؟ صديق للبيئة.
واحد مثلا يقول لك ايه، مثلا اتكلم على هاو تو سيف انرجي، ازاي توفر طاقه، على حسب انت شايف العنوان بيتكلم عن ايه. هاو كان شورت شاور هيلب، ازاي الاستحمام لفتره قصيره بيساعدك، ازاي هيلب بيساعده في سيف ووتر، زي هيلب سيف ووتر يساعده في الحفاظ على الماء. هاو كان يو سيف انرجي ات هوم، ازاي توفر طاقه في البيت. هنقول مثلا باي سويتشنج اوف، باي سويتشنج اوف انك انت تغلق اول كايندز، كل انواع اوف الكتريك ديفايسز، كل انواع الكتريك ديفايسز الاجهزه الكهربائيه، وين زي ار نوت ان يوز، لما انت ما بتستخدمهمش. Question number 3, choose the correct answer. Say that to help you get up at 7:30 a.m. for work. اضبط ايه عشان يساعدك تصحى 7:30 للعمل؟ اضبط الالارم، الارم يعني المنبه. Number 2, okay, to save energy means انك توفر كهرباء، ده معناه not to انك انت not to waste، ما تهدرش كهرباء. Number 3, A is container for plants، وعاء للنباتات، يبقى ده اسمه ال hanging basket، السلة المعلقة. My grandpa always fills the bird، جدي دايما بيملأ ال bird feeder، وعاء تغذية الطيور، for birds to eat، عشان الطيور تاكل. Do you have a red pen، هل عندك قلم أحمر هنا؟ بتكلم على اسم الأول مرة هون. What floats، الخشب يطفو on the، على of the water، on the ايه، يطفو على surface، على سطح الماء، surface يعني سطح. Number 7, I have apple and a mango، I have، انا عندي an apple، تفاحة ومانجو. Number 8, we waste a lot of water، بنهدر كثير من الماء، when we have a long، لما عندنا a long shower. Number 9, فهمي needs a lot of water to grow crops، طبعا مش هستخدم حاجة هنا عشان ده اسم شخص، يبقى no article. You can plastic bottle to make creative objects، يبقى you can reuse، ممكن تعيد استخدام الزجاجات البلاستيك عشان تعمل أشياء مبتكرة. Number 4, complete the sentence with the correct form of the word in practice. We have a new teacher، عندنا معلم جديد for PE classes، للتربية البدنية، يبقى نستخدم ايه مش ان، عشان هنا بدا بحرف ايه ساكن، وكمان اول مره اذكره في الجمله وبتكلم عنه بوجه عام. نمبر 2، زي موفد تو، مش هستخدم حاجه هنا لان اسم البلد ما بستخدمش معاه حاجه، يعني اقول لك ايه الكسندريا، انتقلوا الى الاسكندريه، يبقى هنا نو ارتكل. وي هيلبد ان، عشان بدا بحرف متحرك، ساعدنا رجل عجوز تو كروز ذا رود، ان هو يعبر الطريق. نمبر 4، ريوز، اعد استخدام ريفر نايل از فيري امبورتنت فور ايجيبت، يبقى هنا ايه، عفوا هنا ذا ريفر نايل، نهر النيل، لان ده اسم فريد من نوعه، فبستخدم له ايه ذا ريفر نايل. اوكي طيب كده خلصنا الدرس الثالث والرابع من الواحد الخامسة للصف الاول الاعدادي من كتاب المعاصر، فضلا وليس امرا يرجى الاشتراك في القناة. صفحة 242. Question number 1. He is a great poet. هو شاعر كبير أو شاعر عظيم. He writes، هو بيكتب poems، بيكتب إيه؟ قصائد. يبقى هو شاعر كبير بيكتب قصائد. Number 2. Our planet becomes hotter. كوكبنا بيصبح hotter and in summer. بيصبح أسخن وإيه؟ في الصيف. طبعا بيصبح أسخن و wetter وأرطب. نمبر 3، بيبر الورق از وي كان يوز ات اجين، ممكن نستخدمه مره اخرى، يبقى بيبر از ريسايكلبل، قابل لاعاده تدوير. نمبر 5، نمبر 4 عفوا، از ا بيرسون هو رايتس بومز، الشخص اللي بيكتب قصائد اسمه بوت، شاعر. نمبر 5، هاو ميني داز ا بوم كونسيست اوف، هاو ميني ستانزاز كم عدد القوافي اللي بتكون منها القصيده، يبقى هنا ستانزا. To be more eco-friendly، عشان تكون صادق للبيئة، I decide to make، قررت أعمل some in my life، some changes، بعض التغييرات في حياتي. It's important to، من المهم أن، the earth's resources، من المهم أن احنا reuse، نعيد استخدام
الموارد الأرضية. Number 8. أحمد شوقي is a famous. أحمد شوقي ده كان شاعر, a famous poet. He write many famous poems. كتب قصائد كتير, وهو poet, شاعر, poet. Number 9. Turn off the to save water. اغلق التاب السنبور علشان توفر مياه. Number 10. Don't throw in streets. لا ترمي ايه في الشارع. Try to recycle it. حاول تعيد تدويرها, يبقى لا ترمي trash, قمامة في الشارع. Number 11. I saw on TV about how to save energy. I saw, أنا شفت documentary, فيلم وثائقي في التلفزيون عن إزاي توفر كهرباء أو توفر طاقة. The of something is the value of it. The إيه هو إيه حاجة لشيء هي قيمته. قيمة الشيء دي اسمها worth, القيمة بتاعته. Number 13. To look after something, عشان تعتني بحاجة, means to take, معناها أنك أنت take care of it, تهتم بيها. Number 14. Humans activities, الأنشطة البشرية, have a great on the environment, has have a great effect, لها تأثير رائع على البيئة. يبقى هنا effect, لكن هنا effect دي معناها يؤثر بفعل. Switch the tech devices when you don't use them. Switch off, يعني اغلق الأجهزة التكنولوجية لما ما بتستخدمهمش. Number 16. Earth is we live on. Earth is the planet. هي الكوكب. Planet يعني الكوكب. طيب. عندي هنا حضرات. هنا كان في قاعدة هي, بس مش عارف في قاعدة نشوفها مع بعض. اللي هي because و and و but. Because لأن, بجيب بعدها السبب, و but لكن, دي للتناقض, و and و. طبعا القاعدة دي مقررة علينا. هنشوف بقى ايه الأسئلة. I decided to make, أنا قررت أعمل changes, تغيرات, لأن I wanted to be eco-friendly. يبقى هنا because, لأنني أردت أن أكون صديق للبيئة. Number 2. I switch off my laptop, أنا بقفل اللابتوب. My games console when I am not using them, and بقفل اللابتوب ولوحة الألعاب علشان مش بستخدمه. Number 3. I put my trash in the recycling bin. بحط القمامة بتاعتي في سلة إعادة التدوير. I understand it's important. يبقى because, لأن أنا فاهم إن هي فاهم أو أدرك أهميتها. Number 4. I switch off all tech devices. بقفل كل الأجهزة التكنولوجية. I know that this saves energy. يبقى because, لأنني عارف إن ده بيوفر طاقة. Number 5. The movie was funny. الفيلم كان ممتع. So it had a sad ending. But, ولكن هنا في تناقض. الفيلم كان كويس, مضحك يعني, ولكن في نهاية حزينة. Number 6. She stayed home. هي أقامت في المنزل. She was feeling ill. يبقى هنا because, لأن هي كانت حاسة إن هي تعبانة. يبقى بنترجم كده ونفهم ده سبب ولا مش سبب. Number 7. She picked a cake. خبزت كيك. Decorated it with chocolate chips and ولونتها بقطع الشوكولاتة. Number 8. He bought a new laptop. اشترى لابتوب جديد. It broke down. ولكنه اتكسر. بيبقى bought it broke down after a week. اتكسر بعد اسبوع. She exercises very hard. هي بتدرب بجد. She wants to win a gold medal. يبقى because, لأنها تريد أن تفوز بالميدالية الذهبية. Number 10. Our family packed their suitcases. عائلتنا رتبت الحقائب. Went for the trip. يبقى and وذهبت إلى الرحلة. طيب question number 2. Complete the sentence with the correct form of the word in practice. My mom had heat stroke. ماما عندها ضرب الشمس. She stayed in bed for 30 days. يبقى هنا because, ولا هنا and, ولا هنا سوء, عفوا هنا نتيجة هو, يعني هي كان عندها ضرب الشمس, لذلك مكست في البيت لمدة 30 يوم. I turn off electricity. بقفل الكهرباء. Before I go out. قبل ما أخرج. I know this saves energy. يبقى هنا because, لأن أنا عارف because إن ده بيوفر الطاقة. Number 3. Air conditioning, مكيف الهواء, and electronic devices, الأجهزة الإلكترونية, use a lot of electricity, بيستخدم كثير من الكهرباء. Number 4. They were poor, كانوا فقراء. They were generous and happy. يبقى هنا تناقض بقى, but كانوا فقراء ولكنهم كرماء, generous يعني كريم وسعيد, and happy. يبقى هنا ايه, but. Number 4, but. Number 5. She studies hard, بذاكر بجد. She wants to be a vet. يبقى هنا because, لأنها تريد أن تكون طبيبة بيطرية. He could ride a bike, استطاع أن يركب دراجة.
but ولكن he couldn't swim لما استطاع أن يسبح. She bought a present هي اشترت هدية. It was her mother's birthday يبقى because لأنه كان عيد ميلاد مامتها. We need to hurry محتاجين نسرع. We are late يبقى because لأننا متأخرين because we are late. She wrote a poem كتبت قصيدة. She shared it with her friends and وشاركتها مع أصدقائها. طيب عندي تدريبات على lesson 5 and 6 هنخش على سؤال المحادثة كده مع بعض. عندي هنا صفحة كامل أول عشان تطلع الكتاب معايا صفحة 247 247. سما is reading a blog post. سما بتقرا مدونة about things you can do to be eco-friendly عن الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تكون صديق للبيئة. ف what are you doing سما بتعملي ايه يا سما؟ طبعا هتقول لها I am reading a blog post انا بقرا مدونة. عرفتي من هنا يبقى I am reading انا بقرا a blog post بقرا ايه blog post مدونة. هتلاقي what is the blog post about المدونة دي عن ايه؟ هتلاقي things to do to be eco-friendly عن مثلا الاشياء things to do الحاجات اللي تعملها to be علشان تكون eco-friendly صديق للبيئة. سألتها سؤال قالت لها to be eco-friendly you should ride your bike instead of your car علشان تكون صادق للبيئة يجب انك انت تركب دراجتك بدلا من السيارة. يبقى نقول ايه ايه الاشياء اللي اعملها عشان اكون صادق للبيئة. what should I do what should I do ماذا يجب ان افعل to be لكي اكون eco friendly عشان اكون صديق للبيئة. سألتها سؤال تاني قالت لها because recycling doesn't cause any pollution عشان ركوب الدراجة because cycling لان ركوب الدراجة لا يسبب اي تلوث and it's healthy وصحي. يبقى هنا ايه why لماذا. طيب what else can I do ايه تاني ممكن اعمله to be eco friendly. يبقى مثلا we should save energy يجب ان نحافظ على الكهرباء. we should save energy يجب ان نوفر الطاقه. طيب choose the correct answer. I watched about the effects of human activity on the planet انا شاهدت documentary فيلم وثائقي عن تاثير الانشطه البشريه على الكوكب. Number two, they learned how to recycle اتعلموا ازاي يركبوا الدراجه. reuse a lot of trash and ويعيدوا استخدام او هم اتعلموا how to recycle ازاي يعيدوا التدوير وازاي يعيدوا استخدام كثير من القمامه. the shoemaker صانع الاحذيه was kind كان طيب and honest وامين. Number four, some of our trash بعض من القمامه بتاعتنا is so we can use it in different ways things بعض من القمامه are recyclable يعني قابل لاعاده التدوير عشان كده ممكن نستخدمه في عمل اشياء مختلفه. Number five, I do some research أنا أقوم ببعض الأبحاث about the difference عن different ways طرق مختلفة to be eco-friendly عشان تكون صديق للبيئة. Number six, you should choose the light يجب أن تختار the right type النوع المناسب of before putting your trash in them لازم أن تختار النوع المناسب من recycling bins من سلات التدوير علشان تضع قمامتك فيهم. Number seven, I like underwater. بحب إيه تحت المية to see عشان أشوف the coral reefs الشعاب المرجانية. بحب الدايفنج الغطس. Number eight, my favorite poet شاعر المفضل shared a new شارك a new إيه online شارك a new poem قصيدة جديدة على الإنترنت. I could understand أنا استطعت أن أفهم أفهمها easily بسهولة. I'm good at French because لأنني كويس في الفرنش في الفرنساوي. Number 10, people should be, الناس يجب أن تكون to save the planet which we live on. الناس يجب أن تكون eco-friendly, صديقة للبيئة. طيب, so the رابع match the words to their definition. وصل الكلمات للتعريف بتاعها. Worth معناها قيمة أو يستحق دي هنوصلها ب the value, القيمة of something, قيمة شيء ما. Dive, يغوص, ودايف دي معناها jump into water, يقفز في الماء. look after يعتني بي ودي معناها take care of يعني يهتم بي. طيب تعال بقى نخش على تدريبات على يونت 5 كلها. سؤال listen هنسيب listen نخش على السؤال التاني.
Read and complete the text with the word from the following list. Air conditioning, مكيف الهواء, hot water, والمية السخنة, and electronic devices, والأجهزة الإلكترونية in our homes, all use a lot of electricity. Making electricity use a lot of planets, توليد الكهرباء بيستهلك أو بيستخدم كثير من planets resources, من المصادر الكوكب أو موارد الكوكب. Which can make climate change worse, اللي بتخلي تغير المناخ أسوأ. Let's help our planet, هيا نساعد كوكبنا. Let's save, هيا نوفر energy, نوفر طاقة في البيت. Remember to always switch off, تذكر دايما انك تطفي lights, الاضواء, TVs, تلفزيونات, computers, games, console, tablets and all of your electronic devices when they, لما they aren't in use, لما بيكونوش في الاستخدام, يبقى هنا aren't. Don't leave them on standby, لا تتركهم في حالة استعداد. By as this still consumes a lot of energy, لان ده بيستهلك طاقة كتير. And use more than one device at the same time, and don't, وما تستخدمش أكتر من جهاز في نفس الوقت. Read the following and answer the question, اقرأ وجاوب على الأسئلة. Water scarcity, ندرة الماء, is one of the most worrying problems facing the world today, هي واحدة من أكثر المشاكل المقلقة التي تواجه العالم هذا اليوم أو هذه الأيام. Although بالرغم من ال water covers more than 70% of air surface, بالرغم من أن المية بتغطي 70% من مساحة أو من سطح الأرض, 2 billion people, 2 مليار شخص, don't have enough fresh, ما عندهمش fresh clean water, مياه عذبة ونظيفة للشرب, washing, والغسل, and cooking, والطهي, and growing food, والزراعة الطعام. Even in countries where there are good water resources, حتى في الدول اللي فيها مصادر طاقة جيدة, مصادر مياه جيدة, the water cannot always reach the people who need it, المية مش بتوصل للناس اللي محتاجها. إت هنا تعود على الوتر. One of the reasons for water scarcity is climate change, واحدة من أسباب ندرة الماء هو تغير المناخ. An average, بمعدل temperature, درجة الحرارة, are higher than they were in the past, معدل الحرارة بتعلى أكتر من الماضي. In some places, في بعض الأماكن, there is less rain, في مطر أقل. So عشان كده, there isn't as much water in lakes, ما فيش مية في البحيرات, and rivers will unhar. Water scarcity affects people in different ways, ندرة المياه بتأثر على الناس بطرق مختلفة. Farmers, الفلاحين, for example, can't grow as many crops as they used to, مش بيقدروا يزرعوا محاصيل كما اعتادوا. Without crops, بدون محاصيل to sell, عشان يبيعوها, they can't earn enough money to pay for clean water, مش هيقدر يدفع علشان يشتري مياه نظيفة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, the underlying word scarcity, كلمة scarcity. Scarcity يعني ايه؟ Scarcity يعني ندرة. معناها ايه؟ معناها lack. يبقى الندرة هي معناها lack. lack يعني نقص او تخلف او بلاك. طيب number 2, temperature are than were in the past, طبعا higher than, الحرارة اعلى من الماضي. the underlying pronoun it, it refers to, يعود على ايه؟ يعود على الواتر, المية. Summarize the second paragraph in one sentence, لخص البراجراف الثاني في جملة واحدة. هنقول ايه؟ هنقول ان climate change, تغير المناخ, is a serious problem, هي مشكلة خطيرة, to our planet, الى is a serious problem, عفوا في problem هنا, to our الى planet, our planet, كوكبنا. What do people use water for, الناس بتستخدم المية ليه؟ طبعا قلنا في النص مثلا هنقول people use water for drinking, للشرب, washing, الغسل, cooking, الطهي, and growing crops. وزراعة المحاصيل. Number 6, why do you think water scarcity can affect farmers? لماذا تعتقد ان ندرة الماء بتأثر على الفلاحين؟ اقول مثلا farmers, الفلاحين, can't, لا يستطيعوا, grow, يزرعوا, as many crops, محاصيل, as used, كما اعتادوا, used to do. So the correct answer, we have English competition on Sunday. We have an English competition. عندنا مسابقة English.
بتكلم عن الاسم من اول مره. نمبر 2 started and burned three downs، يعني بدا وحركه الاشجار، طبعا دي هي الوايلد فاير حريق الغابات. نمبر 3 climate change is a problem we face today، climate change تغير المناخ is the most dangerous problem، هي المشكله الاكثر خطر. انا بقارن تغير المناخ بكل المشاكل على الارض، يبقى the most dangerous صفه طويله وده تفضيل. نمبر 4 it's very cool in the metro، الجو بارد في المترو، there is air conditioning، يبقى because لان هناك مكيف هواء. نمبر 5 water covers more than 70% of earth surface، الميه بتغطي اكتر من 70% من سطح الارض. means the value of something، معناها قيمة شيء ما هي ال worth. complete the sentence with the correct form of the word in practice. number one a honest man helps us، طبعا هنا an ما بستخدمش a ليه، علشان عندك honest ال h silent فيعتبر بدأ ب vowel بدأ بال o متحرك. number two they went to the cinema، ذهبوا إلى السينما at popcorn eight وأكلوا فشار، يبقى an بضيف حاجة لحاجة، ذهبوا للسينما وأكلوا فشار. honesty الأمانة is than a money is more important، هنا بقارن الأمانة بالفلوس، يبقى الأمانة أكثر أهمية more important than money. number 4 today we had the easiest test، النهاردة كان عندنا أسهل امتحان، بقارن امتحان النهاردة بكل الامتحانات. طيب ده كانت الوحدة الخامسة lesson 5 and 6 من كتاب المعاصر، كان معكم مستر محمد شعبان، ولا ننسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.